المرض سبب من أسباب التخفيف عن العباد في عباداتهم وفي سائر التكاليف الشرعية عليهم، ولذلك يقول ربنا جل وعلا: ولا على المريض حرج. فالمريض لا حرج عليه، والحرج مرفوع عنه، والمشقة منتفية. والله جل وعلا من تخفيفه عن المريض أنه خفف عنه في الأعمال وأثابه عليها بالأجور. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. وقد ثبت أيضا في المسند بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله جل وعلا الملائكة الذين يحفظونه فقال: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من الخير ما كان في وثاقي، أي بسبب المرض الذي أمرضه الله عز وجل له. كما ثبت أيضا من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل وعلا: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. فالله جل وعلا يثيب المرضى على الأعمال التي كانوا يعملونها في حال صحتهم وما اعتادوا عليه، ويثيبهم أيضا على ما عزموا على فعله، وإنما حبسهم هذا المرض وأوثقهم بوثاقه فلم يستطيعوا الإتيان بهذا العمل. وذلك فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أمة الإسلام، الأمة المرحومة التي رحمها الله عز وجل بأن رتب لها أجورا كثيرة على أعمال قليلة يعملونها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.